محرم فؤاد توفي عن عمر 68 سنة، تجوز 7 مرات. كانت تحية كاريوكا الزوجة الأولى، والتانية ما أجنبية، التالتة كان ماجدة بيضون اللي هي في الصورة ديت، وخلف منها ابنه الوحيد طارق. وهنا طارق وهو صغير، وهنا هو شاب كان محرم فؤاد بيحب يدلعه. هنا بقى أحدث ظهور لطارق وهو وسيم زي والده. كانت الرابعة جورجينا رزق، واتجوزت بعديه وليد توفيق، مشهورة طبعا كانت ملكة جمال الكون. وبعد كده الزوجة الخامسة كانت عايدة رياض، ممثلة مصرية مشهورة. وكانت السابعة هي منى هلال، مذيعة تلفزيونية. في منتصف التسعينيات بيعاني من القلب وعمل عمليات كتير، وكان بيقول من وجع القلب، وبعد كده مشاكل كانت في الكلى، وتوفي عام 2002 الله يرحمه.